أهلا بكم. من منع تداول العملة الجديدة إلى إغلاق شبكات الإنترنت الخاصة، وبينهما حملات تستهدف لباس الفتيات والكثير من الإجراءات التي فرضتها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها. يرى البعض أن توقف الحرب فعليا في معظم جبهات القتال مع الميليشيا منحها الفرصة الكافية للاتجاه نحو تعزيز قبضتها على المجتمع وفرض تصوراتها من خلال محاصرة المجالين العام والخاص، بحيث لا يبقى للمواطنين في هذه المناطق إلا ما يراه الحوثيون. على الجهة المقابلة، يرى أنصار جماعة الحوثي أن هذه الإجراءات طبيعية والغرض منها حماية المجتمع. قبل أيام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنقاش في مجلس النواب التابع للجماعة في صنعاء، وبدأ النواب يشكون فيه من تحلل الجهاز الأمني للدولة مقابل صعود مشرفي الميليشيا الذين باتت سلطتهم تحكم البلد لكن خارج مؤسسات الدولة، أي فوق الدستور والقانون بحسب كثيرين. عند أخذ صورة مكبرة عن الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، يظهر أن دولة اليمنيين قد اختفت وحلت محلها مؤسسات وتصورات الجماعة التي لا ترى اليمنيين سوى أدوات حربية أو مخازن للجباية. النقاش سيكون معنا من اسطنبول الباحث والمحلل السياسي دكتور عادل دشيلة، ومن بيروت الصحفي طالب الحسني. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الحسني. تزايدت في الأونة الأخيرة إجراءات ميليشيا الحوثي القمعية ضد الحريات في مناطق سيطرتها، ما الهدف من هذه الإجراءات برأيك؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبالضيف الكريم وبالمشاهدين. يبدو لي من المقدمة هذه النارية أنه لا مجال للنقاش إذا اعتبر كل ما قيل في المقدمة أمر محسوم ولا نقاش عليه، مع أني أختلف مع كل ما ذكر في المقدمة. أعتقد أنه ليس هناك إنصاف كبير جدا، وهناك خلط كبير جدا بين ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي من حملات تشويه وما هو حاصل في الواقع. قد نذهب مع أي طرف في مسألة الدفاع عن الحقوق والحريات والنقد، عندما يكون هذا النقد له علاقة بشيء ملموس حقيقي، أو على الأقل هناك الكثير من الإجماع عليه. يعني نحن نفتقد إلى القدرة على الوصول حتى إلى المعلومات الدقيقة أو الأدلة التي تتوصلون إليها، سواء كنتم أنتم في القناة أو حتى الأطراف الأخرى، أكثر من أن تكون هذه الأدلة لها علاقة ببعض الصور أو بعض من يقول في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا. يعني هذه آراء، هذه آراء سيد الحسني، هذه آراء أخذناها من الآراء المتباينة بمن يؤيد ومن يعارض، أخذناها ووضعناها في هذه المقدمة. أنت قل لي، يعني لماذا، ما الهدف من هذه الإجراءات الأخيرة لجماعة الحوثي وأنصار الله أو أيا كانت تسميتها كما تريد؟ أي إجراءات بالضبط؟ أنت تتحدث عن أنها آراء، وأنا أتحدث أيضا أنها فعلا هي آراء لكن ليست حقيقة واقعية. أنا قد أكون معك في موضوع مسألة يعني الحظر على العملة الجديدة، قد أكون معك في مسألة مواضيع لها علاقة ب يعني لها علاقة بما هو حاصل فعلا، لكن أنا لست يعني لا يمكن أن أناقش مسألة يعني اعتقال الفتيات أو القمع أو يعني أنه هناك مشرفين أصبحوا هم الدولة في صنعاء، وأن الحرب عندما توقفت في مناطق كثيرة أصبحت هي يعني فرصة لأن يكون هناك قمع شديد وأن يكون هناك سجون. هذا أنا أعتقد هاي آراء، وبالتالي أنا سأناقشك أنها آراء خاطئة، آراء غير دقيقة. وعلينا إذا كنتم تريدوا البحث إن كانت حقيقة أو لا يمكن أن نناقش مسألة، لكن أن نناقش هذه المسائل وأدافع عن هذه الآراء وهي ليست
حقيقة واقعية أو ليست موجودة، فأعتقد أنه الكلام حولها يعني لن يؤدي إلى أي نتيجة، يعني لا من قريب ولا من بعيد. أنا أرى أنه إذا كان هناك أدلة فعلية وحقيقية، أو أن هناك طرف ربما حتى محايد نقل هذه أو تحدث عنها، يمكن القول أنه عليكم البحث عن أدلة حقيقية. سأقول طيب. لك يعني مسألة نحن الفيديو نحن قلنا في المقدمة سيد الحسني مسألة يمكن مناقشته، مسألة أن توقف الحرب في معظم جبهات القتال مع الميليشيا منح، يعني هناك من يرى أن هذا الأمر منح جماعة الحوثي الفرصة الكافية للاتجاه نحو تعزيز قبضتها على المجتمع وفرض تصوراتها، وعلى الجهة المقابلة يرى أنصار جماعة الحوثي أن هذه الإجراءات طبيعية والغرض منها حماية المجتمع. هذه هي الآراء التي عانيتها في الحديث. دعني أنقل ذات السؤال المشترك إلى ضيفي الآخر السيد الدكتور عادل دوشيلة، الباحث والمحلل السياسي. دكتور عادل، يعني في الآونة الأخيرة تزايدت إجراءات ميليشيا الحوثي القمعية ضد الحريات في مناطق سيطرتها، ما الهدف من ذلك برأيك؟ دكتور عادل هل تسمعني؟ بسم الله الرحمن تفضل. الرحيم، أولا قبل الإجابة على سؤالك دعني أرد على ضيفك من بيروت عندما يتحدث ويقول بأن هذه آراء. هذه ليست آراء، هذه حقائق موجودة على الأرض ويعرفها الجميع، تعرفها المنظمات الدولية ويعرفها المواطن اليمني ويعرفها المجتمع الإقليمي، وحتى ضيفك من بيروت يعرف هذه الحقائق. هل يعني السجون السرية أصبحت هذا مجرد رأي؟ هل يعني سجن النساء والفتيات في صنعاء المغتصبة والجريحة مجرد رأي؟ هل ما يجرى داخل مجلس النواب، ورأينا تلك المسرحية الهزلية، ورأينا تلك التهديدات التي يعني كانت تمارس ضد بعض أعضاء مجلس النواب داخل البرلمان اليمني، هل هذه مجرد آراء؟ هل الحركة الحوثية التي يعني أنهكت المواطن اليمني وأدخلت البلد في حرب شعواء مجرد آراء؟ هذه ليست آراء. لماذا نضحك على أنفسنا؟ هذه جماعة ميليشياوية انقضت على الدولة وتريد السيطرة الكاملة على 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 يعني حتى دخل المواطن البسيط. بالأمس قالوا حضرت الجماعة الحوثية العملة النقدية أو العملة الجديدة التي أصدرتها الحكومة اليمنية. لا يوجد أي مبرر أو مسوغ قانوني لهذه الحركة أن تقوم بهذه الإجراءات. هذا مجرد يعني مجرد نوع من البلطجة الميليشياوية التي تنتهجها الحركة الحوثية منذ دخولها العاصمة اليمنية صنعاء في العام 2014. لذلك نحن عندما نتحدث عن هذه الجماعة نتحدث عن جماعة ميليشياوية لا تختلف عن أي جماعة ميليشياوية في دول العالم الثالث. هذه الجماعة تقول بأنها تحارب نيابة عن الرب، مثل ما يقول، مثل ما كان يتكلم قائد ميليشيا مسلحة في أفريقيا. اليوم تتحدث الجماعة الحوثية عن السلام وعن الأسرى، عن أي سلام تتحدث؟ الحركة الحوثية لم تتنازل حتى يعني لم تتراجع حتى قيد أنملة عن أهدافها التي وضعتها في العام 2014. لذلك اليوم الحديث عن سلام أو الحديث عن يعني عن حوار مع هذه الجماعة هو نوع من العبث. لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي داخل الجمهورية اليمنية، وخصوصا في المناطق الشمالية التي تسيطر عليها الحركة الحوثية دون هزيمتها عسكريا. الحركة الحوثية تركت جروح غائرة في كل بيت وفي كل قرية وفي كل شارع وفي كل حي، ومن يقول غير ذلك فهو يجحد الحقائق. على ضيفك الكريم أن يراجع حساباته وأن يعرف يعني أقل على أقل تقدير أن يلتزم بالقيم الإنسانية النبيلة، وأن وهو الآن عايش في بيروت يعرف جيدا ما الذي هو يعرف جيدا ما الذي يجري. دعنا لا ندخل بضيف دكتور عادل، اليوم العالم دعنا لا يعني دعنا نناقش الأفكار هنا. أرجو منك أن ترد على سؤالي دكتور عادل. المجتمع اليمني والشعب اليمني دكتور عادل، أرجو أن ترد على سؤالي. تزايدت في الآونة الأخيرة إجراءات ميليشيا الحوثي القمعية ضد الحريات في مناطق سيطرتها، ما الهدف من ذلك برأيك؟
طبعا الحركة الحوثية الهدف من هذه الإجراءات هو يعني الاستمرار يعني بسط سيطرتها الكاملة على مؤسسات البلاد، استمرار نهجها في القمع والتعذيب وأيضا في ممارسة الإرهاب ضد المواطن اليمني، وهذه الإجراءات معروفة لدى الجماعة الحوثية ليست وليدة اللحظة. ولذلك الحركة الحوثية بعد أن بسطت على مؤسسات البلاد الأمنية والعسكرية وايضا المؤسسات السياديه، اليوم تريد ان تقضي حتى على المؤسسات الخاصه. اذا هذه الاجراءات دليل اخر على ان الحركه الحوثيه ليست يعني لا يوجد في قاموسها شيء اسمه السلام، والحديث عن السلام هو نوع من العبث. هذا هو التفسير الحقيقي لهذه الاجراءات لجماعه الحوثي. طيب سيد الحسني، يعني الان بوضع الاعتبار لما تفضل به الدكتور عادل في هذا الخصوص، يعني الآن بعد مصادرة الشأن العام واعتباري حقا حصريا لهذه الجماعة والفئة التي تمثلها، الآن أيضا هناك محاولة مصادرة للمجال الخاص تقييد حريات المواطنين، ما الذي بقي لليمنيين الذين لا يؤيدون هذه الجماعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي؟ نعم، دعني سأرد بنقاط محددة لأنه ليس بإمكاني أن أرد عن ما يقال منذ 10 سنوات أو أكثر في توصيف الحوثيين أنصار الله، يعني لأنه نحن تعبنا دفاع عن هذه التوصيفات للآخرين. الحق يعني حتى الأمم المتحدة الوسيط الدولي يقول جماعة الحوثي أو أنصار الله، ليست مشكلة الآن في التسمية. تفضل. دعني أقول لك، يعني لجنة الحقوق الدولية أو تقرير اللجنة المراقبة الدولية التي دخلت إلى اليمن ولديها تقريرين، لم تذكر على الإطلاق أن هناك سجون سرية، وهذه اللجنة محايدة من الأمم المتحدة ومن مجلس حقوق الإنسان. لا يمكن أن يلزمني الأخ عادل أن أؤمن له بما ورد في منظمة حزبية تابعة لجهة معينة حزبية هي التي أوردت بعض هذه الاتهامات وتناقلتها وسائل إعلامية ضد اليمن وضد أنصار الله وضد القوى الوطنية في الداخل اليمني، وأنا أعتبر حقائق دامغة وليس هذا واقع. تقرير الأمم المتحدة المتعلق بلجنة المحايدة وهو تابع لمجلس حقوق الإنسان لم يذكر على الإطلاق خلال تقريرين متتاليين في عام 2017 وفي عام 2018 نهاية عام 2018 ونحن الآن في 2019، كان هناك تقرير قبل 3 أشهر لم يذكر على الإطلاق، مع أنهم جالوا في كل العاصمة صنعاء، لم يذكر على الإطلاق أن هناك سجون سرية، لم يذكر على الإطلاق أن هناك نوع من التنكيل والتعذيب. صحيح هناك من يعني يقول أن هناك من غير حتى غير الأمم المتحدة أو بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة بعضها تحدثت أن هناك يعني منع لبعض التظاهرات أو أن هناك يعني مسجونين يحاكمون في العاصمة صنعاء بتهم لها علاقة بالتعاون مع التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، هذا أمر آخر، وهؤلاء سجناء معروفين وأيضا التداول معهم من واقع ليس هناك سجون سرية، أسماءهم موجودة. بالنسبة للسجناء الآخرين أيضا هناك كشوفات يتم الحديث عنها بصورة رسمية. الموضوع الآخر المتعلق بفيديو عن مجلس النواب، هذا صحيح تم تداوله، ولكن هذا الأمر يعني أمر عادي جدا ولم يكن من، وهذا يعتبر نوع من المعارضة. يعني عادي جدا أن تكون الميليشيات سيد الحسني حتى نفهم ما هو العادي جدا، تحدث هل العادي أن تكون الميليشيات هي التي يعني مرجعية الأمن والسيطرة في هذه المناطق للميليشيات وليس لمؤسسات الدولة؟ عن الميليشيات أنت قلت عادي جدا، أنت تؤمن اليوم أنها لحظة، أنا تحدثت عن الفيديو أنه تم تناوله، هذا الفيديو هناك نوع من المعارضة في مجلس النواب لبعض الممارسات، من الطبيعي جدا أن يتم تداولها في مجلس النواب في العاصمة صنعاء وأن يتم الحديث حولها حتى إلى ما لا نهاية. لا أحد يمكن له أن
يعني يفرض علي اليوم أن أتحدث عن ما يحصل في العاصمة صنعاء أنه ميليشيا. أنا أؤمن تماما أنها دولة قائمة منذ 2014، أن كان هناك ثورة، هناك إسقاط للنظام السابق، هناك دولة موجودة في العاصمة أنا أؤمن بها تماما، مثلما أنتم تؤمنون بشرعية موجودة في الرياض لها 4 سنوات، أنا أؤمن وكثير مثلي يؤمنون أن هناك دولة في العاصمة صنعاء. الذين نحن إذا أردنا أن نتمترس حول الشرعيات، نحن متمترسون حول شرعية في العاصمة صنعاء، نؤمن تماما أن هناك ثورة حصلت في 2014، حصل تغيير كبير جدا، لم يعجب هذا التغيير بعض الدول الإقليمية، بعض الدول الدولية، فجاءت بحرب عسكرية على اليمن من أجل أنهم لا يريدون أن يتقبلوا هذه الثورة. أنتم تؤمنون والآخرين يؤمنون، وعادل دشي لا يؤمن أن هذا انقلاب، لكم إيمانكم ولنا إيماننا. تعالوا الأمم المتحدة عندما جاءت لتحل الخلاف في الجنيف أو تحله في الكويت أو تحله أو حتى الآن ما يجري من مفاوضات، هي تجري لبناء محاولة الوصول إلى حل. الأخ عادل يتحدث عن الحل العسكري، طيب أنتم في الحل العسكري منذ 4 سنوات، ما الذي حصل في الحرب العسكرية؟ لم يصلوا إلى نتيجة. عندما يتحدث العالم إلى ضرورة الوصول إلى سلام، إلى اتفاق سلام بما في ذلك السعودية وهي التي تقود التحالف، بما في ذلك الإمارات وهي التي تقود التحالف، بما في ذلك الأمم المتحدة وهي تقود التحالف، هل هؤلاء ليسوا قادر، يعني هل هؤلاء نظرتهم غير سليمة في أنه لابد من الوصول إلى حل سياسي في اليمن؟ العالم يبحث هذا الحل، يبحث حل سياسي، يبحث موضوع أن هناك تمترس خلف الشرعيات، لا أحد يمكن أن يفرض على الطرف الآخر أن يؤمن بشرعية يكفر بها، لا يؤمن بها، وأن يقول له أنت فقط ميليشيا وأنا الدولة. نحن لا نؤمن بأن عبد الرب منصور هادي كان رئيسا حقيقيا، نحن نؤمن أن هناك محاولة لتركيب دولة منذ 2011، هناك مبادرات خارجية جاءت لتفرض على اليمن فرضا بالقوة ولها المبادرة الخليجية. نؤمن بأن هذا التركيب القسري، التركيب العنيف ومصادرة حق الآخرين في أن يكونوا حتى مواطنين عاديين هو من أوصل الأمور إلى هذا المستوى. يعني أما أن الأخوة إن كانوا في الإصلاح أو إن كانوا مع عبد الرب منصور هادي يريدون أن يفرضوا على الآخرين التسليم لما تسمى الشرعية، يعني أفهم من كلامك سيد الحسني أن كل هذه الممارسات التي تحدث هي ممارسات تأتي في إطار دولة حديثة مستمرة، ليس هناك ممارسات شرعيتها ولها كل الصلاحيات، لك يعني. يا سيدي ليست هناك أي تجاوزات، حتى أفهم كلامك ويفهمه الجمهور أيضا ضيف الكريم. قلت لك يا سيدي لا، قلت لك يا سيدي لا، قلت لك يا سيدي لا، هذا ما يتم تناوله هي مجرد آراء وتحدثت عنها منظمات غير محايدة، لا ليست لها علاقة بالحياد، هي منظمات تابعة لجهات معينة. أنت أشرت إلى الفيديو المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، تقرير يعني هذه الفيديو المنشور، هذه فيما يتعلق بتجاوزات الميليشيات، أن هناك ميليشيا باتت هي تسيطر على الأمن والجيش وليست مؤسسات الدولة. هذا الفيديو ليس له، هذا الفيديو لا يتحدث عن ذلك، هذا الفيديو يتحدث عن آراء وردت قالها النائب أحمد سيف حاشد، طرحت على مجلس النواب اليمني، تم تناولها، يعني أمر عادي جدا، لا يتحدث، وتم التعامل معه بكل ديمقراطية بداخل المجلس كذلك. النائب أحمد سيف حاشد، النائب أحمد سيف حاشد في العاصمة صنعاء يؤمن تماما، وحضوره في البرلمان هو إيمان تماما بأن هناك شرعية موجودة في العاصمة صنعاء، وهذا ما يحصل في مجلس النواب أيضا هو دليل على أن هناك شرعية نيابية أيضا موجودة في العاصمة صنعاء، هذا الشرعية أيضا تتعامل مع المجلس السياسي الأعلى باعتباره نظاما شرعيا. النائب أحمد سيف حاشد لا يتحدث أنه ليس هناك شرعية للمجلس السياسي، لم يقول ذلك، لا يؤمن بشرعية عبد الرب منصور هادي، وما تم تداوله من فيديو هو أيضا في إطار هذا طيب دعني أنقل هذا الكلام إلى ضيف الآخر دكتور عادل دشيلة. سيد الحسني، يعني أنت تقول أن هناك دولة موجودة في صنعاء منذ 2014،
مثلما أنكم تؤمنون بهذا الأمر، مثلما أنتم يعني يقصدك دكتور عادل ويقصد البقية، مثلما أنتم تؤمنون بالشرعية القابعة في الرياض منذ 4 أعوام، كيف ترد دكتور عادل؟ أولا قبل أن أجيب على سؤالك أعطني وقت كي أرد على هذه المغالطات التي يعني معك الوقت كما هو للضيف الآخر من داخل العاصمة اللبنانية بيروت. عندما ينكر يعني أنت يعني لا تحاول أن تقنع هذه الجماعة. أنا شخصيا لو كان لدي فقط مجرد 5% أن الحركة الحوثية تؤمن بالسلام، أنا كنت سأتكلم اليوم عن السلام مع هذه الحركة الحوثية وسأعود إلى العاصمة اليمنية صنعاء. الشيء الآخر، عندما ينكر ويقول بأنه لم تصدر هناك تقارير دولية عن السجون السرية وعن الممارسات الحوثية ويحاول أن يغطي على هذه الحقائق، أخي الكريم، موجودة على شبكات الإنترنت. أنا لست الآن فيها، لا يوجد لدي حتى يعني الآن تقارير حتى أعرضها عليك على شبكة التلفزة. عندما يقول بأنه لا توجد سجون سرية، البلاد كلها تحولت إلى سجن مغلق في إطار حكم هذه الميليشيا المسلحة. عندما يقول بأن هذه شرعية داخل العاصمة اليمنية صنعاء، عن أي شرعية تحدث؟ هل اعترف بها المجتمع الدولي؟ هل اعترف بها الشعب اليمني؟ هل هذه الحركة الحوثية تقوم يعني بممارسات في إطار الدولة اليمنية؟ ألم تقوم هذه الحركة الميليشياوية بانتهاك يعني الدستور البلاد؟ ألم تشن حربا شعواء وحرب أهلية داخل حرب أهلية داخل البلاد؟ ألم المجتمع الدولي يصدر قرار دولي في 2015 لأن هناك انقلاب ميليشياوي مسلح من قبل جماعة دينية ميليشياوية طائفية وصدر قرار الدولي لابد من هذا الانقلاب؟ إذن عندما يتحدث ويقول بأنها شرعية، عن أي شرعية؟ لو كانت هذه الحركة الحوثية تؤمن بالعملية السياسية وتؤمن بالآخر وتريد أن يكون هناك سلام حقيقي داخل الأراضي اليمنية، كانت خضعت للسلام قبل اليوم. نحن نتعامل مع ميليشيا مسلحة، ميليشيا طائفية خرجت من أدغال الكهوف. هذه الميليشيا تريد أن تفرض أمرا واقعا في المناطق الشمالية بقوة الحديد والنار. وهذه هناك يا أخي آلاف التقارير موجودة، هناك يعني هناك تقارير أممية وإقليمية ومحلية تتحدث عن الانتهاكات الحوثية. وضيفك يقول بأنه لا يوجد شيء، هذه مجرد آراء. يعني المقابر الجماعية التي تعتبر يعني الإنجاز الأبرز لهذه الحركة الحوثية، تعتبر هذا كله يعتبر يعني هذه الجرائم كلها تعتبر فقط مجرد رأي. يا أخي لا ينبغي أن نغالط على أن نكذب على أنفسنا. الحركة الحوثية التوصيف الحقيقي لهذه الحركة هي حركة طائفية ميليشياوية مسلحة وجماعة عنف دينية تغتصب السلطة بقوة الحديد والنار ولا تعترف بدستور البلاد، وانتهكت كل ما له علاقة بالدولة اليمنية. ولذلك أي حوار أو أي كلام عن حوار مع هذه الجماعة، أنا أكرر هذه العبارة، هو نوع من العبث. ولو كانت الحركة الحوثية تؤمن بالسلام لكانت خضعت الحوار. طيب ما هو البديل لليمنيين؟ يعني السيد الحسني قال ذلك، ما هو البديل لليمنيين سيد دشيلة في نهاية المطاف؟ هو يقول أنه يؤمن بدولة موجودة في صنعاء منذ 2014، وكما أنتم تؤمنون بشرعية قابعة في الرياض منذ 4 أعوام. نحن نؤمن بدستور البلاد، نحن نؤمن بالجمهورية اليمنية، نحن نؤمن بمؤسسات البلاد التشريعية، نحن نؤمن بالدولة اليمنية ولا نؤمن بأشخاص. نحن لسنا عندما نقول هذه شرعية اليمنية، من الذي طرد الشرعية اليمنية من داخل صنعاء؟ ألم تكن الحركة الحوثية شريكا سياسيا في إطار الحوار الوطني؟ ألم تنقلب على الدولة؟ ألم تسجن رئيس البلاد؟ ألم تختطف الأبرياء؟ ألم تزج بالأبرياء داخل سجونها السرية؟ ألم تجمع الأبرياء داخل صنعاء؟ ألم تفجر المنازل والمستشفيات والمقرات الحزبية؟ وأغلقت الصحافة وأغلقت كل شيء
وتريد وتقول بأنها دولة شرعية. عندما يجرى انقلاب عسكري في أي بلد لابد أن يحترم الحد الأدنى من 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 قوانين البلاد. هذه الحركة أطلقت كل شيء، هذه الحركة لم تقبل بالآخر. عندما نتحدث، نحن نتحدث عن جماعة ميليشياوية، عندما يقول بأن الشرعية اليمنية متواجدة في الرياض، نعم متواجدة في الرياض، هذه شرعية البلاد الدستورية. من الذي طرد هذه الشرعية؟ هذه الشرعية خرجت بشخوصها من داخل صنعاء وهي تمثل البلاد، بغض النظر عن فشلها، بغض النظر عن يعني عن فشلها الذريع في المناطق التي تسيطر عليها. أو من الذي أفشلها؟ هو الميليشيات الحوثية. من الذي أوصل البلاد لهذا المستنقع؟ هو الميليشيات الحوثية. لذلك إذا أرادت الحركة الحوثية بأن يكون هناك عملية سياسية حقيقية، فالخطوط واضحة، دستور البلاد، المؤسسات البلاد، القرارات الدولية، مخرجات الحوار الوطني. هل الحركة الحوثية جاهزة لأن تنفذ هذه الخطوات، تسليم السلاح للدولة؟ هل هي الحركة الحوثية حتى اللحظة لا تريد تسليم السلاح؟ الحركة الحوثية حتى اللحظة تراوغ وتريد أن يفتح حوار سياسي مع المملكة العربية السعودية وأن تستبعد الشرعية. الشرعية موجودة على الأرض وموجودة في الرياض وموجودة في المناطق الشرقية، وهناك جيش وطني يحارب هذه الميليشيا المسلحة، ولا بد أن تخضع لحوار سياسي في نهاية المطاف. أو الحل العسكري هو الحسم. لا يوجد أي خيار أمام الحركة الحوثية سوى أن تقدم تنازلات حقيقية وجوهرية على الأرض، أو أن تستمر في عملية العسكري وبالتالي ستنتهي في نهاية المطاف، مثل ما انتهت الميليشيات المسلحة والجماعات جماعات العنف المسلحة في أي بلد آخر، ستنتهي هذه الحركة اليوم أو غدا أو بعد غد. وعلى ضيفك أن يفهم جيدا وأن يعرف جيدا بأن الشعب اليمني لن يسامح هذه الميليشيات. الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات لن تسقط بالتقادم، موجود، الانتهاكات مسجلة والجرائم مسجلة وكل شيء مسجل، وستدفع الثمن هذه الحركة اليوم أو غدا. سيد الحسني، بوضع الاعتبار لما تفضل به الدكتور عادل دشيلة نقابة المعلمين اليمنيين، تقول إن هناك 4168 دورة وفعالية نظمتها جماعة الحوثي خلال العشرة شهور الفائتة بإجبار المعلمين والطلاب على حضور فعاليات ثقافية وتعبوية لمحاولة تغيير الهوية الوطنية والتحشيد للقتال. في نهاية المطاف هذه الممارسات وغيرها يقول كثيرون أنها ليست سوى إثبات على أن جماعة الحوثي هي امتداد للإمامة التي تريد إخراج اليمنيين من هذا العهد الجمهوري الذي هم فيه، من قيمهم الوطنية الجامعة أيضا. كيف ترد؟ نعم، مرة أخرى سأقول لك من الذي قال هذا الكلام. إذا قلت لي منظمة تابعة، يعني أنت تتحدث الآن عن نتحدث عن نقابة المعلمين اليمنيين سيد الحسني، نعم التابعة لعبد رب منصور، هذه انتهينا. هذا خصم، من حقي أن أقول هذا خصم، هذا غير شرعي، وهذه الأرقام كل ما يقوله غير شرعية، غير واقعية، غير منطقية، غير لا أؤمن بها تماما، لا أعترف بها، لأن هذه الجهة خصم، هذه جهة من حقها أن تشوه. هذه نقابة معلمين يعني. سيد الحسني، هذه نقابة معلمين، نحن ندور منصور في حلقة ليس له علاقة بالنقابات. يا أستاذ تابع له، تابعة نقابة معلمين تابعة لعبد رب منصور، لعبد رب منصور هذه، نحن نعرف من نهيمن عليها، نحن نعرف أشخاصهم، ونحن نعرف كيف يصدرون هذه التقارير. سندور في حلقة مفرغة، في حلقة مفرغة، أنا وأنت والجميع والعادل الذي يوصف كما اختطاف العشرات كما من الفتيات بحسب منظمات حقوقية يدرسنا في معاهد فنية في المحويت وصنعاء تلفيقهم لهم. تقرير هذه كلها فقط لي تقرير، يعني مجرد تقرير من المنظمة، تقرير أريد تقرير من جهة محايدة. أنا قلت لك هل تثقون بالأمم المتحدة، على الرغم أننا لا نثق كثيرا بالأمم المتحدة، ولكن التقرير السنوي للأمم المتحدة للجنة الحقوقية المحايدة التي تم تشكيلها من مجلس حقوق الإنسان برئاسة يعني التونسي، لا أتذكر اسمه، كمال الجندوبي، معروف يعني لديها تقارير لم تتحدث على الإطلاق. نعم الجندوبي، أحسنت. يعني هذا التقرير برأيك أثبت أن جهة محايدة الحوثيين ملائكة؟ أنا سأقول لك نعم، هذه جهة لم يقل أنهم ملائكة، نعم لم يقل أنهم ملائكة، أورد كثير من الانتهاكات،
ليس في من بينها سجون سرية، ليس في من بينها اختطاف الفتيات، ليس من بينها التعذيب، ليس بالعكس، هو أورد أن هذا يحصل في المحافظات التي يتواجد فيها العدو السعودي والإماراتي هناك. أورد هذا الأمور وسجون يعني السرية والانتهاكات في جماعة الحوثي في أبيان في المكلا. أنا أؤمن به، أنا أؤمن بما قاله ولو أنه أورد بعض الانتهاكات، لكن يمكن مناقشتها. لكن أن تأتي لي بجملة من ما يقوله الطرف الآخر وتريد أن يعني أنت الآن تساوي سيد الحسني ما بين جماعة الحوثي وما بين ممارسات من تقول أنها دول عدوان؟ لحظة، هذا في كلامك الآن. لا أقارن، لا أقارن، أنا لا أقارن، يعني هناك فرق شاسع. كلهم يقومون بانتهاكات في السياق اليمنيين، هذا الأمر ليس بالنسبة لك أي مشكلة. في تقارير يا سيدي، أنا أقول لك الجندوبي، اقرأ تقارير الجندوبي مرتين، لم يورد سجون سرية على الإطلاق. أنا أقول لك أورد أن هناك من سقطوا في مدينة تعز من المواطنين الأبرياء بسبب الاشتباكات الحاصلة. أورد أن هناك في قمع للبهرة، للطائفة البهرة في العاصمة صنعاء. لم يقول أبدا أن هناك سجون سرية، لم يقول أبدا أن هناك إجبار قسري للفتاة أو اعتقال الفتاة. هناك من تناقل هذا الأمر بمناطق أخرى أو منظمات ليست محايدة. إذا أردنا سأقول لك مجددا، نحن سندور في حرقة في نهاية المطاف سيد الحسن، نحن نتبادل الاتهامات، نتبادل الاتهامات. أنا أقول لك والأستاذ عادل شعري، وبدون تعصب، بدون أن نحمل الأمور أكثر مما تحتمل، يا أخي العزيز، يعني إذا كان أنتم والجميع يقول أنه منذ 2014 سطوة ميليشيات وما إلى ذلك، تعالوا إلى ما قاله المبعوث الأممي السابق الأسبق، أصبح المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر في آخر تحقيق تقرير له في مجلس الأمن الدولي في آخر إحاطة له، قال أن اليمنيون كانوا على مشارف اتفاق سلام في اليمن. هذا الاتفاق كانت ترعاه الأمم المتحدة أيضا، اتفاق السلام السلم والشراكة الوطنية، وحتى باركته المجتمع الدولي وأيضا حتى السعودية والإمارات مجلس التعاون الخليجي، لكن تم الانقلاب عليه. نحن نقول أن الذي حصل في 2014 في 2015 أيضا أن عبد الرب منصور هادي أخطأ بتقديم استقالته، كان هناك نوع من الحفاظ على أن يكون باقيا. حتى لو كنا نؤمن يعني بأنه كان هناك ثورة حقيقية، لكان المفترض مصير عبد الرب منصور هادي المشنقة وأن يقتل. هذا مصير الأنظمة السابقة عندما تأتي ثورة، لكن تم الحفاظ على حياتي، وأيضا تم وهرب من العاصمة صنعاء، أيضا كذلك بحاح خالد بحاح تم الإفراج عنه وهرب على الرغم أنه أعطى وعود أنه لن يخون البلد، ولكنه خان البلد. ثم الموضوع الآخر، يعني إذا كنتم تريدون أن إذا كان الطرف الآخر يعني يريد أن يضعوا أن المبادرة الخليجية هي الدستور، لأنها جمدت الدستور اليمني في 2011 وأرادت أن تكون الأمور بموجب المبادرة الخليجية أيضا والقرار الدولي 2216 الذي وضع اليمن قبلها تحت بند الفصل السابع، نحن نؤمن أن هذا من أوصل اليمن إلى هذه الحالة. وأيضا اليوم أنه الحالة العسكرية هل هي الحل؟ أبدا ليست الحل. وأقول لك السعودية اليوم تفاوض في مسقط على إيقاف الحرب، وهي تفاوض مباشرة وسريا، وهذا ما قيل بأكثر من مكان، وهذا وأقوله أنا أيضا مجددا، أن هناك مفاوضات سرية في مسقط تقوم بها السعودية من أجل إيقاف الحرب، من أجل هذا العمل العسكري. يعني وصل إلى طريق مسدود، العالم يقول لك العمل العسكري وصل إلى طريق مسدود. ثم أنه عبد الرب منصور هادي ألم يقولوا له أنه ألم يقال أنه استعاد مناطق في المحافظة الجنوبية؟ فليأتي إليها. معين عبد الملك محاصر في قصر معاشيق لا يستطيع أن يخرج، قال ذلك وزير النقل في التابع لهادي قبل أيام في الجزيرة. يا أخي على الأقل اكذبوا بطريقة معينة، بطريقة يعني يستوعبها البعض. فليأتي عبد الرب منصور هادي إلى عدن، أليس هناك يعني أليس ما يحصل في عدن وفي حضرموت وفي المهرة وفي المناطق، أليست هذه المناطق قيل أنها عادت إلى حضن الشرعية؟ أين الشرعية في هذه المناطق؟
أين الشرعية في هذه المناطق؟ أين النموذج الجيد في هذه المناطق؟ أين الدولة في هذه المناطق؟ أين المؤسسات في هذه المناطق؟ طيب دعني أنقل هذه النقاط إلى الدكتور عادل. سيد الحسني دعني أنقل هذه النقاط إلى الدكتور عادل. الشعب اليمني. هذه النقاط التي تفضلت بها جميعها. الشعب اليمني. أنقلها للدكتور عادل. نقطة واحدة. الشعب اليمني. نعم الشعب اليمني الذي يتحدث عنه بين فترة وأخرى عادل دشيلة. الشعب اليمني هو موجود. 20 مليون موجودين تحت قيادة تحت مظلة حكومة الإنقاذ الوطني الذي تتعرض للحرب عدوانية وحصار عدواني وما شابه. هؤلاء هم الشعب اليمني. إذا كان هناك شعب آخر غيرها هذا أمر طيب. آخر. لكن يعني أنقل هذا ما قلت الآن تحديدا سيد الحسن إلى دكتور عادل دشيلة. دكتور عادل في نهاية المطاف سمعت الرجل ما قاله في نهاية المطاف هناك 20 مليون يمني كما يقول السيد الحسني يعني يتعرضون لعدوان وهؤلاء هم تحت يعني سلطة حكومة الإنقاذ اليمنية. في نهاية المطاف أليس هذا مبررا لهذه الإجراءات التي تقوم بها؟ يتعرضون عدوان. لما أقول أنهم يتعرضون العدوان للأمانة يا أخي فضل أنت هنا موجود ألا يتعرضون للعدوان؟ يتعرضون أنا أقول نعم ليس هناك نعم. عدوان على اليمن يعني أفهمك؟ لم يتعرضون عدوان. يتعرضون عدوان سعودي. عدوان سعودي خارجي. عدوان سعودي إماراتي وأمريكي خارجي. طيب لما أقول أنهم يتعرضون وضحت النقطة. أعود إليك دكتور عادل ألا يبرر هذه ألا تبرر هذه المسألة مسألة الإجراءات التي تتحدثون عنها في نهاية المطاف؟ البلد في حرب. يا أخي الكريم أنا يعني أكرر هذه العبارة. الحوثيون يكذبون كما يتنفسون عندما يقول بأنه كنا على أعتاب مرحلة تاريخية في العام 2014 وقالها المبعوث الدولي جمال بن عمر أو المبعوث الأسبق المبعوث الدولي الأسبق. نعم كنا في على أعتاب انتقال سياسي حقيقي ودخلت الحركة الحوثية إلى داخل العاصمة اليمنية صنعاء بدعم إقليمي وهو يعرف من الذي دعم هذه الحركة الميليشاوية. الشيء الآخر عندما يريد أن يغطي على الحقائق يا أخي الكريم الحقيقة لا تغطى بغربال. وضوء الشمس لا يمكن أن يغطى بغربال. جرائم الحركة الحوثية موجودة على الأرض ويشهدها القاصي والداني وأبناء اليمن يعرفون ذلك جيدا. يعني اليوم المدرس اليمني بغير مرتبات لأكثر من عامين وهناك محاولة مستميتة من قبل هذه الحركة الميليشاوية لتجريف الهوية اليمنية. عندما يتحدث ويقول بأنه لا توجد سجون سرية أين أولئك الأبرياء الذين سقطوا في المعسكرات الخاصة وعندما وضعتهم الحركة الحوثية في أماكن عسكرية وتم استهدافهم بطيران التحالف أليست تلك كانت سجونا سرية تتبع الحركة الحوثية؟ عندما يقول بأنه لا يوجد منظمات ولا يوجد تقارير ولا يوجد يعني بعض أو تقارير محايدة يحاولون أن يغطون على الحقائق. يا أخي الكريم أنت تتحدث مع ميليشيا أو مع عصابات دينية طائفية كهنوتية ولذلك لا تستطيع أن تصل معها حتى إلى المشتركات لا تستطيع أن تصل معها حتى إلى القيم الإنسانية التي نتشاركها معهم كبشر. عندما يتحدث ويقول بأن لا يوجد شرعية للرئيس هادي وأنه يحكم 20 مليون بكل تأكيد الكتلة البشرية موجودة في المناطق الشمالية وتسيطر عليها الحركة الحوثية بقوة الحديد والنار. من الذي جلب هذا العدوان؟ من الذي أوصل البلد إلى هذا المستنقع الكارثي؟ من الذي الآن إذا كانوا يقولوا بأنهم يريدون السلام الحقيقي أبناء جلدتك أولى بالمعروف لماذا أنت تحاول وتتملق لدى الاستخبارات السعودية والاستخبارات الأمريكية وتحاول أن تتنبذق داخل العاصمة مسقط وتريد أن يكون هناك ولو اعتراف جزئي بحركتك لماذا لا تخضع لحوار حقيقي مع أبناء جلدتك؟ أليس نحن أولى بالمعروف؟ أليس نحن أولى بأن يكون هناك حوار سياسي معك؟ إذن أنتم جماعة انتهازية ميليشاوية تحاولون أن تحصلون على أقل المكاسب مما تسمونه العدوان وتنكرون بأن هناك حقوق الآخرين تحاولون أن تغطون على الحقائق داخل المناطق الشمالية تقتلون الأبرياء وتقيمون الجنائز اليومية وتقولون بأن نحن نواجه عدوان. أنتم جماعة ميليشاوية أنتم لا تريدون السلام ولا تريدون الحوار وكل ما قمتم به هو عبارة عن بلطجة ميليشاوية ولا يمت إلى دستور البلاد بصلة. يا أخي العزيز أنتم اليوم عندما تقولون بأنكم
يعني ما شاء الله حركة دينية، يعني ثورة قمتم بها لصالح الشعب اليمني، ومن أجل تنزيل دبة البترول في العام 2014 أوصلتم البلد إلى أنه 20 مليون تحت خط الفقر، 14 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. اتهمتكم المنظمة الدولية أو منظمة الأغذية العالمية الفاو بأنكم تسرقون لقمة الأبرياء من أفواههم. هذا هو هذه التقارير الدولية التي تتحدث عنكم. لماذا تحاول أن تغطي على الحقيقة وتحاول أن تظهر الحركة الحوثية على أنها ميليشيا سلام وأنها حامة سلام؟ أنتم تكذبون كما تتنفسون، أنتم من أوصل البلد إلى هذا المستنقع الكارثي. أنا عندما أتكلم بحرقة على أبناء بلدي، أما أنا وأنت فنحن ننعم في عواصم، أنت موجود في العاصمة بيروت وأنا موجود في اسطنبول. أنتم الآن 20 مليون يمني تحت خط الفقر، أنتم الآن تنهبون المساعدات الإنسانية وهناك تقارير تؤكد ذلك، السجون السرية تؤكد الموجودة. بس جيب لي معلومة عن محمد قحطان الذي كان يتحاور معكم وزار زعيمكم الميليشياوي إلى داخل منزله في العاصمة في صعدة، أين هو اليوم؟ أين هو اليوم؟ أين محمد قحطان؟ أين الصحفيين؟ أين الأبرياء؟ أين أولئك؟ يعني تريد أن تكذب وتقول بأن أولئك الذين خرجوا من السجون، يعني ما شاء الله كانوا في داخل سجون فرنسية أو سجون أمريكية، خرج البعض منهم مشوه، والبعض منهم معوق، والبعض منهم مات، والبعض منهم لا زال حتى اللحظة يعني فقد أطراف قدميه وفقد بعض يعني يده، والبعض منهم فقد عينيه من التعذيب. يا أخي لا تحاول أن تغطي على الحقائق، بدل أن تذهب داخل أروقة الفنادق في مسقط وتحاول استجداء الجانب السعودي والجانب الإماراتي والجانب الأمريكي، تعال إلى هنا، تعال إلى أبناء جلدتك، تعال إلى حوار حقيقي، تعال ونفذ مخرجات الحوار الوطني، سلم السلاح للدولة، تعال نحتكم إلى دستور البلاد، إلى شرعية البلاد، إلى مؤسسات البلاد الشرعية. لماذا تحاول تفكيك البلد وتتحاور مع الميليشيات الانفصالية من تحت الطاولة وتقول لكم المناطق الجنوبية ولي المناطق الشمالية؟ أنتم تحلمون بإعادة الإمامة إلى المناطق الشمالية وإلى العاصمة صنعاء، وهيهات أن يحدث ذلك. حتى لو صحيح أن العالم يقف، أن الأطراف الإقليمية والدولية تقف خلفكم لأنها لا تريد الأمن والاستقرار لهذا البلد، أنتم عبارة عن أداة من أدوات الاستعمار الجديد، أنتم تنفذون وصلت هذه النقاط دكتور عادل. واضحة. طيب أنتم اليوم سيد الحسني، كيف ترد على ما تفضل به السيد عادل دوشيلة وعلى ما قال؟ والعصابات تفضل. لا يمكن أن تخضع للسلام. سيد الحسني تفضل. أنا كنت أتمنى أنه نعم، أتمنى أن هذه الحرقة الكبيرة صحيحة ومنطقية ضد الذي قتل الآلاف من الناس بالطائرات، الذي قتل حتى السجون الذين قاتلوا معه بالطائرات، الذي حاصر البلاد طولا وعرضا وجوا وبرا وبحرا. كنت أتمنى أن هذا التشنج لأنه لكي يرفع الحصار المفروض على اليمن، كنت أتمنى أنه لكي العرادة في مأرب أو الذين ينهبون النفط في 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 بلحاف وحضرموت ان يقول عادل دشيلة، يقول لهم عليكم ان تعيدوا هذه الاموال التي تنهبوها ورواتب الموظفين. كنت اتمنى ان تكون هذه الحرقة حقيقية للاطفال الذين قتلوا. المنظمات الدولية تقول انه الحصار رئيسي وسبب رئيسي فيما يحصل من 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 وضع انساني معقد، من وضع إنساني معقد. بالنسبة للحوار يا سيدي، السعودية جاءت مرغمة لأن هناك نار، كانت تتصور السعودية أن الحرب ستكون فقط في اليمن وأنه لن يصل إليها من نيران هذه الحرب شيئا. لم يذهب أحد إلى مسقط، بل جاءت السعودية إلى مسقط، جاءت لكي تطلب السلام بعد ضربة أرامكو وما شابه، جاءت لكي تخفف من العمليات العسكرية. وأبشرك للأخ الذي يصيح أنها حتى لم تستأذن من تعتبرها شرعية، لم تتحدث معها وتقول لا سنذهب ونفاوض الحوثيين، نفاوضهم على إيقاف الحرب. والمفاوضات حتى هناك المفاوضات وصلت إلى أن السعودية كانت قابلة أن تتوقف عن العمليات العسكرية بما في ذلك الغارات فقط، هي كانت تريد أن تتمسك بمسألة الحصار، ومع ذلك تم رفض ذلك، تم رفض الحصار لأن الحصار هو عدوان، الحصار هو إرهاب للشعب اليمني. لا تتحدث لي عن عبد رب منصور، هذه الذي لا يستطيع أن يقرر قرار على الإطلاق. طيب أنت تقول سيد الحسني لم يذهب أحد إلى مسقط بل جاءت السعودية إليها. نحن نتحدث حتى
نعم جاءت السعودية، نعم جاءت السعودية وهي من طلبت طيب. حوارا. انقل هذه النقطة إلى دكتور عادل حتى نختم. دكتور عادل الحق. سمعت ما تفضل به السيد الحسني في نهاية المطاف. نعم الوضع الآن الحوثيون أرغموا السعودية على المجيء إلى مسقط. في نهاية المطاف الحوثيون يفرضون شروطهم وهذه حرب ويجب التعامل معها على أنها كذلك. ما رأيك؟ هذا غير صحيح. الحوثيون عشية التوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والميليشيات الانفصالية كان وفد الحوثي متواجد داخل فندق الريدز داخل عاصمة السعودية الرياض. لماذا يحاول أن يظهر بأنه قوي على الأرض؟ الحركة الحوثية الآن هي في أضعف يعني مراحلها، وهي تريد أن يكون هناك أي اعتراف جزئي من المملكة العربية السعودية. ماذا عن الوفد الحوثي الذي زار الطهران قبل فترة من الزمن، ظهران الجنوب أو المناطق الجنوبية؟ ماذا عن الحركة الحوثية التي أرسلت وفدا إلى داخل العاصمة السعودية الرياض للتحاور مع الحركة مع المملكة العربية السعودية وتقديم تنازلات؟ ماذا عن الميليشيات المتمردة التي يمثلها ما يسمى بمحمد عبد السلام داخل مسقط ويحاول كل يوم أن يزور السفراء وأن يزور يعني مبعوث الاستخبارات الأمريكية ويقول لهم نحن لسنا ضدكم، نحن حركة نريد أن يكون هناك جزء من الكعكة لنا. إذا لماذا يخالط ويقول بأنه المملكة العربية السعودية هزمت؟ لم تهزم، نحن عندما لم تهزم المملكة العربية السعودية حتى اللحظة. أنا هنا لا أدافع عن السعودية ولا أدافع عن التحالف العربي ومواقفه معروفة، ولكن عندما يقول بأنهم جعلوا أطراف العدوان يأتي إليهم ليتحاورون، هذا نوع من العبث، هذا نوع من الكذب. لماذا نحاول أن نغطي على الحقائق؟ الحركة الحوثية الآن في أضعف حلقاتها وتريد أن يكون هناك حوار سياسي مع المملكة العربية السعودية، ولا أتوقع أن تقبل الشرعية اليمنية بهذا الحوار. وحتى وأن تم بين المملكة العربية السعودية والحركة الحوثية حوارا سياسيا في المستقبل، فأبناء اليمن سيرفضون مخرجات ذلك الحوار، والحركة الحوثية تعرف جيدا بأنه لا مستقبل سياسي لها. شكرا لك الباحث والمحلل السياسي دكتور عادل دشيلة، كنت معنا عبر السكايب من اسطنبول. وكذا الشكر موصول للصحفي طالب الحسني، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من بيروت. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في أمان الله.